اهلا وسهلا. الو، صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا. خير يا رب يا كريم. اللهم امين يا رب. طيب طيب مرحبا، عائشة من دار البيضاء. يا لاله. مرحبا. طيب عندي واحد السبوسه كتجي زوينه، عندها كاس وربع ديال السميده. بلاتي بلاتي لاله عائشة، يا لاله. قلنا بسبوسه ايه غادي نحتاجو فيها كاس وربع سميده. ايه ايه كاس الكوك، كاس كوك، علبه القشطه الطريه، علبه للقشطه الطريه، كاس سنيده، كاس سنيدة أو نص كاس أيه، سنيدة، نص كاس زيت، نص كاس جوج زيت، بيضات، جوج بيضات، جوج خمارات. جوج خمارات. أيه أيه صافي. كنضربو البيض وكنزيدو عليه تبارك الله شي ولا شي، حتى تنخليو السميدة هي والكوك والخمارة هما الآخرين. أها صافي. ملي كنديروها لالا في المول، أها كندخلوها طيب، كندوزو نصيبو لاكريم ديالها. نعم. كنديرو حك ديال كريم فريش اخر. نعم، حك لا كريم فريش او قشطه طريه. وعندنا قشطه طريه 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام زبده، وكاس السنيده. ايه كنديرو هادشي فوق النار حتى يعقد لينا، حتى يولي لنا بحال كريم. اها صافي. وكنخرجو كي هذيك البسبوسه، كنخليو التورته من الفران. أه. وكتكون هذيك بردات، هذيك الكحم اللي صوبنا. اه الكحم. هذيك ديال الكريم فريش والزبده والسنيده. نعم والسنيده. نعم صافي. وكنخويوها فوق ذاك البسبوسه. ايوه خلوها حتى كتشربها، راه كتجي غزاله ان شاء الله. وسهله يعني، ما فيهاش طاقه ديال كثيره. اذا قلنا غنحتاجوا لها كاس وربع ديال السميده. أيه. كاس ديال الكوك، علبه القشده الطريه، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات وجوج خمارات. هذا فيما يخص البسبوسه. أيه. فيما يخص الكريمه ديالها، حك دلا كريم فريش، 50 غرام ديال الزبده، وكاس ديال السنيده. نديرو اون كريم ونكبوها فوقها، وهي البسبوسه ديالنا واجده. نديرو فوقنا حتى يولي كريم. صافي. كنخويها كتسقى كتشرب ديك الكريم، وراه كتجي غزاله ان شاء الله. نجربوها لالا عائشه. الله يخليك. وصحة سعيده على الجميع ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك يا رب. نعم الله يخليك.